قلت لكم قبل بشوي انه رح لقيكم بواتس كوكينج، وفجأة شفته لمارك وتذكرت انه في نيتشر. صباح الخير مارك، مع انه شفته تحت انا وطالعة. عم ننسى. صباح الخير. صباح. كيفك اليوم؟ انا زعلت انه نسيتيني. ولا ممكن انساك، بس بتثاقب هيك. صباح. صباح تري بيان. اليوم بدنا نجاوب على اسئلة المشاهدين، اكيد جايب معك صور، وانت صح. بتفضل انه المشاهدين يبعثوا لك صور. ولكن كمان فينا ناخذ اتصالات اذا هيدا المشاهدين عندهم اي سؤال على 0444444. ومنبلش باول صوره. يلا اذا بدك منبلش باول صوره، ودائما مثل ما بتقولي لما بيعطوا لنا صور على واتساب او على السوشيال ميديا بنجاوب احسن، بنجاوب احسن، بنشوف وين المشكله 100%. هيدي اول صوره من كثير عم تجي حاليا، كثير من العالم اشتروا بشهر 4 و5 سورفينيا يلي هي مثل هيدي النبته، وزرعوهم كانوا كثير مزهرين وفجاه صاروا هيك، فعم بيسالوا انه شو بينعمل. في زهور ولكن الوراق خلص انه 100%. هلا عاده اكيد اذا كنا شوي على الجبل السوفينيا ما بتتعب هالقد مثل هلا على الساحل. هلا 90% خلص يعني ما مش الحال. شو كان فينا نعمل او شو بعد فينا نعمل تو افويد هيدا الشيء؟ واحد، لما نحن كنا عم نسقيهم ما نرش مي، لانه هيدي البلانت قد ما فيها ورق العالم اذا بدك هيك يستهسلوا برشوا مي عليها كيف ما كان. سو واحد، بدنا نجرب دائما نسقي على رواق، نحط النبريش او الكيله وات ايفر قريبه على الترابات ونسقي على وقتها يجي المي على التراب مش على الورق وزهور، هيدا بتساعد كثير. شغله ثانيه، نحن اوقات بنفكر انه اذا لا بنرش الوراق اذا في شوب احسن. إيه. هيك بالعكس، لانه من وقت لوقت بيمشي الحال، بس اذا كل يوم بنسقي بهالطريقه، لانه هي البلانت بتنسقى كل يوم او يوم ايه يوم لا، أوكي. ساعتها بنعلي كثير نسبه الامراض الفطريه ومنتعبها للنبته. سو واحد، ما نتعلم كنا نسقيهم قبل. اثنين، كان فينا نتجنب هيدا الشيء لو حطينا ادويه للامراض الفطريه، او كمان ساعدناها ببلوم بوستر فيرتلايزر يلي هو بيساعدها تضلها مزهره وتعطي ورق، لانه هيدا البلانت قد ما بتزهر كثير بتتعب، يعني عم بتفضي حالها انرجي، عم تسحب كل النوتريمنتس بدها فيتامينات سو اذا كنا عملنا هالثلاث اشياء كنا اكيد خليناها تضاين اكثر. وفي عالم بتصير معهم بتضاين هالسورفينيا من سنه لسنه لانه عم يعرفوا يهتموا فيها، بتضلها مثل ما بقول يعني ايدهم فيها مزهره، بنشيل الورق اليابس، فاذا نحن ما شلنا الورق اليابس قينا غلط، ما اعطيناها نوتريانتس، بس اتكلنا انه انا جبتها من المشتل، ما لازم نهمل ال 100%. سو هيدا مشان هيك عم بيصير كثير هيك بالسورفينيا عند العالم، بضل في معقول بعد نجرب نخلصها، بس بهذا الوضع صار شوي صعب. اوكي. بدك نروح على صوره ثانيه؟ يا. يعني فالصوره الثانيه صار هي لبلانت كثير بحبوها بلبنان يلي هي اسمها زاميوكولكاس، يلي عاد زاميوكولكاس. هيدي النبته تشرفنا. هيدي النبته تقول لك ليه محبوبه وليش مشهوره بالعالم، لانه افتحي حيالها ويب سايت وسالت اسالها اذا بدك اي نبته بقدر احطها عندي بالبيت وانا ما بعرف اهتم بالنباتات، كلهم بجاوبوا هي او لسان الحمى. سو هي عمليا اكثر بين اكثر نبتين مستعملين عاده لهيك، يعني بنسميهم بلانتس فور داميز، يعني اللي ما بيعرف يهتم بالنباتات ابدا. مزبوط. اوكي. سو ليه؟ لانه هي بتقدر تعيش بسقيطه او مسقيطه كثير، يعني بتقدر تعيش بمطرح ما في هواء كثير وبتقدر تعيش من دون ضوء. بس لسان الحمى انا كان عندي حطيتها قدام الانتري البيت، ما في كثير ضوء صراحه، بس في شباك شوي بعيد ما ضاينت. سو اذا لسان الحمى او الزاميو اللي هي هون قدامنا ما ضاينوا بمطرح، ما تزرعوا نبته ثانيه. هيدي الاساس دائما بنقولها، يعني هول النبتين. لا، في عندي بالبيت غير هلا بركي ساعتها، يمكن المكان كمان ما ساعد، يمكن او مثلا هي ما كانت، يعني اذا بدك تقول كانت مريضه بركي او هيك، بس انه عاده هون نبتين يلي بكل الدراسات كل الويب سايت بيقولوا كيف ما كان هيك. هلا ليه عم تصفر وليه عم نشوفها مثل ما هي؟ لانه ما فهمنا انه ما لازم نسقيها كثير. فهيدي النبته اذا بتنسقى كثير، لما عم بقول كثير يعني في ناس بيقولوا لي ما انا ما بسقيها كثير، مره بالجمعه كثير لها، يعني لما تكون نبته محطوطه بقلب أوكي. البيت بمطرح ما في تهوئه منيح، بمطرح ما في شمس، المي بتضاين كثير. سو هيدي انا مثلا بسقيها بالشتاء مره بالشهر، حتى نعم. بالصيفيه مره كل شيء جمعتين ثلاثه. فالاساس تقدر تعيش هالنبته بدنا نخفف المي، هيدي اول خبريه. سو ليه ورقتها بتطبه وليه ورقتها بيصفروا؟ لانه عم نكتر مي. هلا شو فينا نعمل تنساعد كمان؟ اكيد التهوئه بتساعد كثير،
اذا كمان حطينا من وقت لوقت حديد وفيرتيلايزر الورق الاخضر بيساعدها كثير لهيدي النبته. بس دائما هيدا اللي نحن لازم نعرفه، هول المنشفين لازم نقصهم. ايه هلا اللي كثير نشفوا اكيد منيح نقصهم، حتى اللي صفروا لازم نقصهم يعني، وهي لازم ترجع ورقاتها مثل هيدا اللي ورق اذا انتبه الواقفه وخضره وهيك سمر. هيدي كمان يعني اذا انتبه يعني اذا بدك تنختصر هول الاشياء اللي عم نحكي عنهم. لما انا عندي نباتات بقلب البيت بما انه مش معرضين للشمس وما في كثير هواء، السقايه الزياده بتقتل لانه هالمي ما عم تتبخر، برجع انا بسقي من دون ما يكون في هواء بشلوش. بس الشوب ما بيأثر، لانه ميبني. هلا اكيد اذا بدنا اياها تعيش هو الهواء، اللي هو النباتات بيتاقلموا على الشوب، الزاميو او حتى السن الحما هي نبته صحراويه ما عندهم مشكل، اللي ما بيقدروا يعيشوا من دونه هو الهواء، مشان هيك لازم قد ما فينا نهوى. اوكي كثير منيح، لكن رح ناخذ وقفه قصيره نرجع نتابع نيتشر مع مارك. منتابع نيتشر مع مارك، عم نجاوب على اسئلتكم، كمان بنشوف صوره يلا سوا و لنشوف شو هي. بالسف بالصور يلي عم نشوفهم ثلاث ارباعهم اليوم هن نباتات داخليه، وهيدي اوركيد. اوكي، وكان السؤال على هول المطرح محطوط الاخضر بنسميهم كيكي. شو بنعمل؟ فينا نقصهم وفينا نرجع نشكهم بيرجعوا بيعطوا. هو السؤال اذا هول مرض يعني. ايه لا مش مرض 100%. انا عندي نفس الشيء وما قصيتها. صح، سو هيدا هيدا دليل انه عم نعرف كثير نهتم بالاوركيد. انا ما بزعج ما بتزعج، بتركيها مثل ما هي. فهول هول تنفسر كيف بتصير الاوركيد يلي بيجوا من برا اغلبيتهم ما بيقدروا يتكاثروا بالبذر لانه هن مخصيين اذا بدنا. فعمليا كيف بيقدروا يكثر الاوركيد؟ هو لما نكون احنا عم نعرف نهتم بيطلعوا هول اللي بنسميهم كيكي اللي هن اولاد على الاوركيد بيطلعوا عليها من هون. سو اذا احنا ما قصينا وتركناهم وقوي شلوش كثير لهم حواليهم، ساعتها بعدين بقدر ارجع قص وازرعه وبصير عندي اوركيد جديده. هلا اوقات كثير صعبه تزهر هي وعندها هالولاد، هلا هون مبينه معقوله تزهر على طرف بس صعبه بتكلف كثير انرجي لها. سو انا بنصح انه بهذا الوضع اذا حطينا بلوم بوستر ساعتها بتساعدها اولا لتزهر واثنين ليقوى شلوش. اول ما يقوى شلوشهم لهول الاوركيد يلي فوق بنقص من فوق وبنرجع بنشوف 100% بننقلهم ونشتل. بس مبينه انه هي اوركيديه منيحه وماشي حالها يعني ولا ورقه نازله. صح، بس عندها اوراق قليل سو مشان هيك لازم نجرب نكثرهم. بلوم بوستر بيساعدهم لانه البلوم بوستر بيساعد الزهور، نفس الوقت في اشياء تتعطي ورق. نحن عم نسقي في الليكيد صح 100% انه تقريبا مره بالشهر بساعدها كثير للاوركيد. هيدا بالنسبه للاوركيد اللي شفناه. اذا بدك بناخذ صوره بعد يلا، او مثل كان عم نقول قبل اذا بحبوا يتصلوا فينا فيهم او يبعثوا لنا صور اكيد كمان بنجاوب على الواتساب. سو هون هذا موضوع هذا موضوع صعب. هون هلا انا بس نقيت صوره من 10 بعتين لي هون يلي هن لشجره كبيره اسمها الميس، وعم بيسالونا ليه عم بيطلع فيها كثير من هيدا الفطريات بقلب الخشب. واذا هذا شيء خطر في دود قلتها؟ لا، هو هذا بنسميه نحن شامبينيون دي بوا موير، وهذا شيء كثير خطر، معناتها هي من قلبها عم بتموت هيدا الشتله. هلا شو يعني شامبينيون دي بوا موير؟ اذا بتكونوا ماشي بالطبيعه بتشوفي اوقات بيقلب حطب ارز بيقلبوا على الارض، ومين بيقدر هيدا الحطب يرجع يهرمهم تيصيروا تراب او نوتريينتس او هيك؟ هالشامبينيون هن بيجوا بياكلوا على الخشب وبحولوهم لمعادن، مشان هيك بالطبيعه ما حدا بيرجع بسمد لانه كل شيء بيموت بيتحول لاورجانيك فيرتيلايزر. فهيدا الشامبينيون بيكون عن جد عم ياكل عشان عم بيموت، سو نحن ما فينا نشوف من جوا شو عم بيصير. هلا فينا نساعدها، ايه اولا اذا نحن بنشيلهم لهالشامبينيون قد ما فينا بنشيل السبورز تبعهم، واثنين بدنا نرش. هلا اذا كانت لا كثير صارت لو هي مبينه خضراء وهلسه، بس اذا تقدم هذا المرض والشامبينيون جوا عم ياكلها بالاخر رح تموت. هلا مش يعني رح تموت بكره، طول لتموت. فكل ما شو نحن شو الافضل؟ نقص الشجره ونحرقها؟ هلا اذا بتشوفي هالشجره قد كبيره وقد حلوه، انا ما حطيت صور يعني اكيد ما عندنا قلب نقصها يعني. الازبط شو رح يصير فيها؟ اللي بدنا نجرب نساعدها، سو بنساعدها هو انه نحط لها فانجيسايد لنقدر نقتل الفطر. هلا كمان بدنا نفهم طب ليه خلق هذا الفطر؟ فمعقول يخلق لانه مثلا هيدي النبته حواليها صار في كثير مي عم تجمع عليها، او قد ما كبرت هالشجره سوري ضربت مثلا يمكن بشي مجرور او ضربت المطرح في مي، فالامراض الفطريه بتخلق بسبب هيدي الشغلات. فنحن لازم اولا نساعدها نقتل الفطر، اثنين نساعدها نفهم اللي صار تنقدر نعالج. في عنا اتصال ناخذه سوا. الو 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 بونجور بونجور صباح الخير تفضل. يعطيكم العافيه اهلين. بليز بدي اسال سؤال اكيد.
انا عندي اريكا عندي على طول فيها مشكله، على طول بيعملوا ورقه هيك طرفها اسود، اذا بكترها مي بتعمل اسود، اذا قللت لها مي بتعمل اسود، بدي اعرف شو المشكله. بس سوري عم تحكي عن اريكا او اريكا يعني البلحه الخضراء؟ البلحه اريكا البلحه. اوكي. بس تنوضح الفكره انه اريكا هي نبته بتاعت زهور بتعيش بالطبيعه، هي اللي عم تحكي عنها المدام هي اريكا، الاريكا بالمز، بس ما يصير في سوء تفاهم. فهول الاريكا بالمز اللي عم تحكي عنه بصير كثير، يلي هو بتكون نبته كثير حلوه، انا عندي شي ثلاث صور واصلين هيك هلا، كان فيها بركي نقطع صوره منهم. الفكره هي انه هالبلحات بكثير سريعا بصير عندها تب السود تبعها. ليه بصير هذا الشيء؟ لانه اول شيء البلح عاده بالطبيعه بعيش برا، ولما يكون عم بعيش برا اكيد بيطلع له كثير هواء، بيطلع له كثير شمس، نحن بنحطهم جوا. من تحت بتكون مثل بالب صح؟ ليك شو رح جرب ابعت صوره لرنا بنشوف اذا هيك بنقدر نقطعها هلا هلا بنشوف بنعرف عن شو عم نحكي يعني اذا قدرنا، اذا لا هلا بنكمل نحكي عنها. لانه اذا شفنا الصوره هيك بنعرف نهتم اكثر بالبلانتات، اوقات بنشتري بلانت ما بنعرف شو اسمها صراحه 100% وبننسى، مش هيك انا دائما بسالك شو اسمها. يلا رح عم ببعث صوره ان شاء الله نقدر نلحق نقطعها ارجع اقول لك تنحكي عنها يعني. ها اوكي، هيدي صوره وصلتني بس من يومين عن زيت الكم. اوكي سو هلا تكنت قطعت رح اخبر شو بيصير. أوكي. فرحنا لما نحط هنا بتات بقلب البيت، واحد بدنا نفهم انه ما هي البلحه بتعيش برا وفي شمس كثير وفي هواء كثير، يعني بدي احطها بمطرح في كثير ضوء قد ما فيه، ما تكون بعيده لجوا بالبيت، يعني ماكسيموم متر بعيده عن الشباك، كثير ضوء. اثنين قد ما فيه بدي افتح لانه بدها تهويه. وهون الغلطه اللي بتصير. ثلاثه انا ما بسقيها غير ما تنشف تربتها، يعني لازم انا حتى عطشها، يعني انا هيدي البلحه عندي بسقيها مره كل شي جمعتين، بس بدي رش مي عليها كل شي شهر تعلي رطوبه. اللي بتصير غلط هو انه بنسقي وبكون بعد في مي بالارض وهذا الشيء ما بيسوى. فكتير مهم نحن ننتبه على هذا المواضيع. فهول التبس السود هو دليل قلة رطوبة بالبيت، وما بيساعد لما نكون اوقات ببلدان عربية او حتى عنا بنكون مسكرين كل الوقت وما في هواء واي سي داير، لانه الاي سي بيقدر كمان يسحب الرطوبة، فهول كمان لازم ننتبه لهم كثير. ما بعرف اذا بتجرب تمرق يعني، لا اذا قطعت الصورة اكيد بنحكي عنها. هيدا الفكرة الأساسية. فلازم مثل ما دام بتقول مع انه بسقية وهيك لازم نخفف سقية، بالعكس كثرة المي بتعمل هيدا الشيء. فلازم تدسها للنبتة اول ما تحس انه صار في بعد في رطوبة، من دسها من فوق بتكون نشفت، بس من تحت مزبوط. بتكون رطوبة، لازم ننزل شي 5-6 سنتي لنحس رطوبة، انه مش بس يعني صايرة معي كمان. هيدي هي. هي واذا منتبهها كيف التراويف كلهم السود من سود. فوق صاروا اسودين. فهلا اكيد فينا نقص كم ورقة، بس الاساس هو انه ما نرجعها كثير، بس الاطراف الاطراف فينا نقصهم، اذا ورقة السود كلها تعبت بنقصها كلها من تحت، بس هيدي الفكرة تبعها. يعني ترجع نعيدهم قد ما فينا نحطها حد الضوء قريب على الشباك، هول المنشفين بياثروا على كل البلانت اكيد بالتعبها، لانه بالتعبها بتاخذ الغذاء اللي بدهم ياخذوا الورق يعني المنيح. بدنا نعتبر البلانت هي مثل معمل، والورق هن اللي بخلوها تشتغل، يعني هي تتعمل فوتوسنتاز بدها ورق منيح، كل ما الورق يبطل اخضر بتتعب، فمشان هيك اذا قصيناهم بتقدر تعطي اكيد ورق جديد. وهيك كمان فون كول. الو 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 مسيو ماك بونجور. بونجور. الو وي عم بسمعك. لان عم بسمع البروجرام جوا على التي في، بعدك عم تشرح. مسيو مارك عم يحكي؟ ايه تفضلي عم بسمعك. في عندي انا ثلاث تفاحات وثلاثه، وحده ما بتحمل واثنين حاملين. اوكي. وهن بنفس الجل يعني، فيني اعرف ليش؟ نفس النوع؟ لا لا مش نفس النوع، هيدا من النوع اللي هو احمر وموشح يلي هي ما عم تحمل. السنة الماضية عملت بس حبتين، السنة ولا حبة، بينما هوديك الساركن والجولدن عم يحملوا. شو السبب؟ هلا اكيد اذا بتبعتي لنا صور بعدين واتساب عم يقطع بنقدر نساعدك اكثر. في عدة اسباب، اول شيء ما نعرف عمرهم. في كثير من الاشجار المثمره اذا ما صار عمرهم 5-7 سنين اوقات اكثر ما بيحملوا، فبدهم وقت ليوصلوا ليقدروا يحملوا، هيدا سبب. السبب الثاني اوقات في عندنا انواع من الزراعه من التفاح ما بيقدروا، منهم سيلف فيرتايل، يعني هي ما فيها ذكر حاله، فلازم يكون بعكسها في اللي بذكرها، يعني جدودنا كانوا لما يزرعوا مثلا تفاح احمر
كل شيء شويه يحطوا فتحه صفراء للتذكر. وفي سبب ثالث يلي هو مسأبة انه نحن ما عندنا تسميد مزبوط، فنحن هالزهره ما عم تقدر تعود. اكيد اذا بتبعت لنا صور نعرف عمرها للشتله، نعرف اذا عم بتسمد العلو، لا اذا عم بيعطوا البقيه يعني في ساعه تسقع. بس هذا السؤال منيح عم بتقولي، لانه اوقات في عنا انواع من التفاح ما بيتحملوا هالعلو، بدها ساعه، لا بدها ساعه تسقع اكثر، بدها علو اكثر، يعني مش ما قدرت عملت. فمشان هيك اذا بنعرف كل هيدا الداتا بنقدر نساعد اكثر، بس هول هن اكثر اسباب بنفكر فيهم يعني. تنختم طريقتهم بعد عنا صور ما قدرنا نجاوب عليهم، رح اكيد هلا بنكمل نجاوبهم على واتساب او على انستغرام، واذا بيبعتوا لنا السبت الجاي عنا حلقه اسئله بنجاوب كمان على ما قدرنا نجاوبهم اليوم. كثير منيح، ميرسي مارك على المعلومات. عن جد هالمره برجع بشوفكم بواتس كوكينج على الـ11.